الناس سيادة النائب، هقول لحضرتك رأي حضرتك الناس ايه في غاضبة كلام ليه؟ سيادة المستشار؟ اولا بمس على حضرتك ومع المستشار بدر علام والسيده وليه الامر طبعا، استاذه هند، الساده المشاهدين. وطبعا بالنسبه لموضوع المصروفات، انا بس يعني مش عايزين نتكلم عن موضوع ان المدارس بتكسب على انها ان دي حاجه، لا دي حاجه طبيعيه وصمه يعني عادي، ايه المشكله؟ فندم انا مش وصمه يا فندم، لا 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 بالعكس، انا بعد اذنك انا من الاول وقلتها مره ثانيه يا فندم، اساسيات أنا المنطق بكلم بدوي بيه يعني ده طبيعي. أيوة طبعا طبيعي. بص يا فندم، طبيعي جدا ان صاحب المدرسه الخاصه بيبنيها انه يكسب، بيكسب المكسب المقرر من الدوله، المقرر من الدوله اللي هو 15% من مصاريف التعليم وفقا للقانون. تمام، ده اللي احنا بنقوله، ده اللي احنا بنتمناه وبنصبوا ليه، والحمد لله احنا دوله قانون والعمليه التعليميه بينظمها القانون. واحنا عايزين نتكلم في الموضوع ده ونوجه برضك كلامنا للساده اولياء الامور. العلاقه بين المدارس الخاصه وصاحب المدرسه الخاصه وبين ولي الامر هي علاقه تبادليه. تمام، بتقوم ان صاحب المدرسه الخاصه والمدرسه بتقدم خدمه تعليميه مقابل ثمن. والله اللي بينظم بقى العمليه دي القانون. مقابل ولي الامر، ولي الامر لما يلاقي التكلفه ايوه اللي بيدفعها مقابل التعليم اللي بياخده مش او مخالفه للقانون او مش هي المنصوص عليها، من حقه يشتكي. لو كل واحد عرف حقه وراح اشتكى خلص الموضوع. بعد اذن حضرتك يا سياده النائب، اتفضل. من حق اشتكي فين؟ يا ده انت عند حضرتك. لا ما تقوليش يا، ما هو دي مشكلتنا في مصر. يا طب ده انت في 40 جا. لا هقول لي اقول لك جهه واحده يا فندم. يا فندم، الوزاره المنوطه بالتعليم، وزاره التربيه والتعليم. تمام، انت عند حضرتك وزاره التربيه والتعليم بادارتها ومديريتها وكل مرافقها من حقك تشتكي، من اول الاداره وانت طالع، المديريه، الوزاره. وما اعتقدش ان في شكوى راحت للاداره وما حققتش فيها، ما اعتقدش ان في شكوى راحت للمديريه وما حققتش فيها، ما حدش ابدا ليه مصلحه انه يتستر على مخطئ. عايزين ناكد الحته دي. عايز اقول لحضرتك ان انا جاي